تصوف مشتق من الصفا، وإن تخالف الناس فيه قيل من تصوف قيل من صوف، لأنه لباس أهله، أهل الصفة وغيرهم معروفين بلبس الصوف. وقيل من الصفا، الصفا وهذا اللي مشى عليه، قال تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا فظنه مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتن صفا فصوفي حتى سمي الصوفي. وفي الحقيقة أن التصوف علم، هو أمر ينسجم من أمرين، يعني من علم وعمل، ولكن الحقيقة أن التصوف علم كما عرفوا، علم يعرف به كيفية تصفيته، كيفيته تصفية الباطن من كدورات النفس أي عيوبها. هذا التصوف علم، علم خاص، علم خاص. هو الشيخ يتكلم يقول كتاب مبادئ التصوف، هو هنا يقصد مبادئ التصوف، لأن الذي يدخل في هذا الفن لا بد له من مبادئ، يعني يدخل بها المفاتيح الأولى. قال مبادئ، والمبدأ هو ما يتوقف عليه المقصود، التصوف، والتصوف مصدر تصوف يتصوف تصوفا، وهوادي التعرف جمع هادي، ومن هدى إذا أرشد، إذا بين وأرشد، وهوادي التعرف. والمقصود هنا يعني طلب المعرفة، كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. إذن هذا العلم هو فن يعني خاص يتداوله أهله، وفي الحقيقة هو علم يعني لا بد منه لكل مسلم، لأن به تصفية البواطن. الذي يعني لا يعلم، لا نصيب له في هذا الفن، لا يعرف كيف يعني مثلا يطهر نفسه يعني من الكبر والحسد وغيرها، يعني من المذام، وتعتبر يعني من كبائر الذنوب هذه، لهذا لا بد منه. فيعني ولكن صاحبه لا يقتصر عليه، لا بد له من فقه، لا بد له من فقه، يكون له يعني مثلا معرفة بالفقه، لأن الفقه به يعني يؤدي العبادات، ما يكتفيش بالتصوف. ولهذا قالوا من تصوف ولم يتفقه، من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تفقه ولم يتصوف، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. لا بد يعني للمسلم من معرفة الفقه، ثم يعني معرفة التصوف، والتصوف هذا لا يكون إلا بالأخذ عن أربابه. يعني هناك طوائف من الناس الله سبحانه وتعالى يعني مكنهم من يعني تطهير بواطنهم، ويعني مثلا زكية نفوسهم، فبهم يقتدى، بهؤلاء يقتدى، هم اللي يكونوا طريق يعني للسالك. هو أصله علم باطني، علم باطني، علم لدني. وآتناه من لدنا علما، شوف انظر، يعني لأن الله سبحانه وتعالى تقدم لنا حتى في صفات العلم أن الله عالم بما كان وما لا يكون، وما يكون وما لا يكون، على لو كان كيف يكون. وعلمه سبحانه وتعالى كذلك انقسم إلى خمسة أقسام: علم علمه، علم استأثر به، وعلم علمه الملائكة، وعلم علمه الأنبياء، وعلم يعني مثلا علمه اللوح المحفوظ، هو المكتوب في اللوح المحفوظ، وعلم يعني مثلا علمه بعض يعني مخلوقاته، يعني مثلا علم وراثي خاص هكذا.